طيب نتكلم مع حضرتك كمان يا دكتور وليد عن المعوقات، نعرف من حضرتك طبعا أهم المعوقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعا هي المعوقات بتبدأ من البداية بأن الشاب ما بيكونش مرتبط كتير بالحياة العملية، ما بيكونش مدرب على المشروع اللي هو بيشتغله، وده بيتم التعامل معها من خلال التدريب، لان احنا عندنا نوعين من الشباب. في شباب بيكمل في مهنه اسرته، يعني لو لاحظت حضرتك ان كتير من المشروعات الصغيره بيكون هناك الاسره يعني متخصصه في نشاط معين، والشاب بيكمل، فمجرد انه بيروح بيستفيد من مبادره التمويل بيكمل على طول. يعني ممكن الاسره تشتغل في النجاره، في الحداده، في اي ما يكون، فالدنيا بتكون بالنسبه له سهله. لكن الشاب اللي ما بيكونش اسرته بتعمل في هذا المجال فبيكون محتاج تدريب، الدوله بتقدم له التدريب، حتى لو ما كانش عنده فكره مشروع بتقدم له الفكره. القضيه كمان انه المشروعات بتواجه التحديات البيروقراطيه، بتحاول الدوله بقدر الامكان التعامل مع ملف البيروقراطيه وبتسهل الاجراءات، ثم بيقابلوا مشكله، والمشكله الاساسيه في هذه المشروعات وهي مشكلة التسويق، لأن هذه المشروعات بتلاقي صعوبات كبيرة جدا في مجال تسويق منتجاتها في السوق. فبتحاول الدولة بتقدم، طبعا بنتابع احنا المعارض المجمعة اللي بتقوم بيها، وبنشوف معرض فرصنا ومعارض كتير بتقوم بيها الدولة في الداخل وفي الخارج من أجل مساعدة هذه المشروعات في مجال التسويق حتى تكتمل منظومة النجاح بالنسبة لها. صحيح.